كبير قوي في مصر، وعايز اقول لكم حقيقة الانجاز ده مش معمول عليه ترويج كبير. ميناء السخنة، ميناء السخنة اتذكر سيادة الرئيس كنا مع سيادته مرة وقال هتشوفوا ميناء مش موجود في المنطقة. احنا النهاردة موجودين في ميناء السخنة مع سيادة الفريق كامل الوزير وزير النقل. اولا سيادة الوزير بشكر سيادتك، كل التحية لحضرتك، كل التحية للرجالة الناس اللي بتشتغل على مدار الساعة عشان نعمل الانجاز الضخم بسم الله ما شاء الله ميناء السخنة. العفو يا فندم، لا شكر على واجب، ده واجبنا تجاه بلدنا انا ورجالتي. لازم نقدم لبلدنا حاجة، بلدنا تستاهل اكتر من كده. وزي ما حضرتك بتقول احنا واخدين توجيه من رئيسنا ان احنا مش فقط ميناء السخنة، ان احنا نطور قطاع النقل البحري بالكامل، وهنتكلم عليه بالتفصيل دلوقتي، ولكن هو منه وفي القلب منه وفي البداية منه ميناء العين السخنة. ميناء العين السخنة ده ميناء محوري رئيسي على مين؟ على موانئ البحر الأحمر أو على البحر الأحمر. هو أهم ميناء في مصر طبعا على البحر الأحمر، في موانئ أخرى، في سفاجة، في الأدبية وغيره، ولكن ميناء السخنة ليه خصوصية مهمة جدا، وقريب من القاهرة، قريب من السويس، مربوط بكل وسائل النقل اللي بتساعده بتدعمه، مربوط بمواني جافة، مربوط ولأول مرة في مصر ويمكن في المنطقة العربية يخش قطار سريع إلى ميناء. يبقى ميناء فيه قطار سريع وقطار ديزل وطرق، وزي ما هنشوف الوقت، وسكك حديدية وتطوير شامل. الإضافة بيتم في ميناء السخنة. احنا يعني هرجع شويه ل منذ ان شرفني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وعيني وزيرا للنقل في 11/3/2019، كان لازم نعمل خطه شامله للنهوض بمرافق النقل كلها، وفي القلب منها طبعا المواني، لان المواني موضوع مهم جدا جدا، وزي ما هنتكلم على مدار اليوم النهارده للصناعه وللزراعه وللسياحه، الاقتصاد الكلي، كل حاجه. نعم، فعملنا خطة لتطوير قطاعات النقل، ومن ضمنها طبعا المواني أو النقل البحري، ارتكزت على مجموعة من المرتكزات. أولا لازم نزود أطوال الأرصفة بتاعتنا. نعم، كان عندنا 35 كيلو أرصفة يدوب على قد الصدر والوارد لمصر، مش أكتر من كده. المواني كلها 35 كيلو. صادر وارد مصر فقط. مصر كان فيها 100 مليون في الوقت ده، الناس بتاكل والناس بتشرب، لازم تاكل وتشرب، ففي صادر وارد. نعم، طبيعي يعني. ولكن ده مش تجارة، دي مش تجارة عشان تساعد او تصب في الاقتصاد القوم المصري. فكان لازم نزود عدد الأرصفة بتاعتنا، لازم نزود الأعماق بتاعت الأرصفة بتاعتنا عشان تجتذب السفن الأكبر.